الأسئلة والاستفسارات حول باب الرحمة والحملة اللي أطلقناها باب الرحمة إلنا. لما راح أحكي بعض الملاحظات إن شاء الله حتى نفهم شو التوجه اللي عم بصير، شو التصور عم بصير، شو المخططات اللي عم بتحاك ضد باب الرحمة ومنطقة باب الرحمة. لأن جماعة قبل فترة طويلة كان دخول أي سائح أي أجنبي أي غير مسلم للمسجد الأقصى المبارك طبعاً تحت عين الأوقاف، بده يفوت الشخص مفروض يتحجب في أوعى الصلاة توزع في البداية وإلى آخره. بعد فترة معينة أزالوا تعين الأوقاف، ظلوا الباب سياح نياح، صار يفوت اللي بده، عملوا باب المغاربة صارت السياح يفوتوا بالشرطات والشيالات على خطرهم. بعد فترة صار يفوت عندنا مستوطنين على المسجد الأقصى المبارك يعملوا جولة سياحية ويطلعوا. بعد فترة صار يفوت يعملوا مناسبات وجماعات أكثر ويطلعوا. بعد فترة صار يجوا على منطقة باب الرحمة في هاي المنطقة ويصلوا. الآن يا جماعة لما صار يصلوا احنا اخذ معنا وقت قبل ما تعودنا على الشيء. في البدايه كان الاعلام يثور والدنيا تضيج، شو تصير وليش بيصلوا والى اخره. بعد فتره بطل حدا يضيج وبطل اي مشكله، صارت الامور ما شاء الله شو بدهم صار يصير، يفوتوا يصلوا يطلعوا بخطرهم. بعد فتره صار الشيء امر واقع، صار كل يوم كل يوم كل يوم يجي هون ويصلوا. الان شو اللي عم بصير؟ بصير جدا بسيط، وبتصور اي انسان عنده لطفه منطق العقل رح يستوعب الشيء اللي عم يخطط له. حاليا الوضع كالتالي، هاي المنطقة بس بفرجيها بالصورة، هاي المنطقة ممكن اسمكم حلو ليش عليها، هاي منطقة باب الرحمة هي جزء من الأقصى، يعني هي مش هي جزء من الأسوار، بس لأنها الناس لأنها منطقة مهجورة، لأنها منطقة مهجورة الناس ما بتيجي عليها، فصار باختصار اللي يجي عليها بشكل دائم هم المستوطنين، فبيجوا بيصلوا هون. الآن الخطة بسيطة جدا، حاليا في مخطط للسيطرة على مقبرة باب الرحمة اللي شايفينها أنتم الآن بالفيديو. مصادرتها بحجة أوقاف، بحجة آسف آثار وغير ذلك. الآن في اللحظة اللي هاي المنطقة، بتم مصادرتها، الباب اللي تحتيه أنا وين أنا قاعد، الباب اللي تحتيه اللي هو باب الرحمة، تمام؟ راح يصير ترتيب إنه ينفتح. باللحظة اللي في عنا هون المنطقة مصادرة في جسر ما، الباب انفتح، المستوطنين بيصلوا هون. باختصار رح نوصل لمرحلة إنه صار يفوتوا المستوطنين وقت ما بدهم على الهسة يصلوا ويطلعوا، بعد فترة شو ممكن يصير؟ يقولوا لنا بدنا نسيج شوي عشان في آثار وكذا وأقلام وشغلات بشغل، فمنطقة خطرة بتعرفوا هنا يبنون وإلى آخره، فبتم تسييجها. بعد فترة بحطوا زنكو عالي شوي، بعد فترة بصير يفوتوا من هون يطلعوا على السكت، بعد فترة بصير ايش؟ أمر واقع مثل ما استسغنا كل الأمور اللي قبلها، رح نستسيغ هذا الأمر لا سمح الله، وتصير هاي المنطقة هي عبارة عن على الأقل 20 دنوم رح تصير منطقة مصادرة، ممنوع أي مسلم يفوت عليها. طبعا هي خربة، عشا شباب مجموعة شباب ما شاء الله اشتغلوا هون، ظبطوا الأمور هون. باختصار شديد جماعة، هاي المنطقة اللي هي جزء من المسجد الأقصى المبارك مهددة بالمصادرة أو مهددة بالانقسام، تقسيم مكاني، كل واحد حر شو المصطلحات اللي بده يستخدمها. اللي بدنا نوصله كالتالي، شو بنقدر نساوي؟ بنقدر أقل القليل أقل القليل أقل القليل شغلتين. الشغلة الأولى تفاعل إعلامي حتى نصحح كل الناس اللي مش فاهم شو السيرة، والشغلة الثانية لما نيجي على المسجد الأقصى المبارك على الأقل نتواجد بهاي المنطقة. مش مطلوب ولا شيء جماعة، كل شيء قانوني، كل شيء بقمة يعني بقمة السلمية، قمة الهدوء. بس لما تيجوا على الأقصى تعالوا صلوا الضحى هون، افطروا هون، اعزم ناس هون، اجلسوا هون، انبسطوا هون. جماعة تواجدنا في أي مكان في الدنيا بحل أي مشكلة للمسلمين. كل فراغ بالدنيا ما فيش أصلا، فيش اسمه فراغ. وباللحظة اللي احنا بنروح المفروض يتملى شيء هون. فلذلك حصلوا على المسجد الأقصى المبارك جماعة، أمان في أعناقكم، باب الرحمة إلنا وفقط إلنا، وطشيط بديهي، القدس إلنا والأقصى إلنا. بارك الله فيكم، أخوكم إبراهيم خليل، السلام عليكم.